الانسداد السياسي يصل إلى مرحلة تصلب شرايين الحوار بين الإطار والتيار، حيث طالب السيد مقتدى الصدر مجلس القضاء الأعلى حسم قضية حل البرلمان بمدة محددة لا تتعدى نهاية الأسبوع المقبل. بعد هذه الخطوة يضع السيد الصدر الكرة في مرمى مجلس القضاء الأعلى بعد أن أحرج الإطار سابقاً عند رفضه ترشيح السوداني. البعض يقول إن ليس من صلاحيات مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية حل البرلمان، والبعض الآخر يقول هذه الحكومة هي لتصريف الأعمال ولا تستطيع حل البرلمان، فكيف يمكن الخلاص من هذه الأزمة؟ وما هي المخرجات المحتملة للوصول إلى المرحلة القادمة؟ شوف هذا التقرير وأرجع لكم.